افضل شيء حصل لي سنه 2023 اني خلصت البكالوريوس الحمد لله في الهندسه وتخرجت مركز الشرق الاولى. الشيء اللي اسمح لي في 2024 اني اتطور في شركه تراست انجل واكون فرد فعال في الشركه واطور من نفسي واطور من الشركه بالدنيا. اهم انجازاتي في عام 2023 حصولي على درجه الماجستير في اداره المشاريع وانضمامي لعائله تراست انجل. واطلع ان شاء الله في عام 2024 نكون احد صناع النجاح في تراست انجل في قطاع المشاريع. أبرز إنجازاتي الحمد لله في سنة 2023 تطوري في التواصل مع العملاء في الفترة الماضية ومساعدتهم على حل المشاكل والاستشارات في شركة سانج وحلول المقدمة هنا في الشركة. وبإذن الله في سنة 24 نطمح إلى تطورنا الأكثر في قطعنا في المبيعات في تراست انجل وإن شاء الله نصير واحد من أفضل صناع المحتوى إن شاء الله في الفترة القادمة. معك يزن الجريد، حاب أتكلم اليوم عن إنجازاتي في 23. من إحدى أبرز إنجازاتي في سنة 23 إن الحمد لله خطبت الحمد لله في سنة 23 وانتقلت إلى شركة تراست أنجل التي احتوتني كعائلة ثانية لي في سنة 23. وسنة 24 إن شاء الله تكون إنجازات أضخم مع شركة تراست أنجل وتشوفون إن شاء الله على الزواج في سنة 24. شيء صار لي في سنة 23 هو أني توظفت في شركة تراست أنجل. وبالنسبة لطموحاتي السنة الجاية هو اني احقق مبيعات اعلى في الشركه واتواصل مع عملاء اكبر ان شاء الله. انجازاتي في 2023 هي تخرجي من الجامعه وانضمام الى شركه تراست انجل، و 2024 ان شاء الله اني راح احقق اهدافي واتقدم في مسيرتي المهنيه.